اليوم نريد نحل مشكلة، احنا دائما نسعى إلى أن يكون هنالك تظاهر سلمي مدني حقيقي م. ودائما ننصح الإخوان بأن هنالك طبعا قواتنا الأمنية لا يعتدى عليهم ولا ولا يعتدون على المتظاهر السلمي. لكن هناك هنالك أطراف تسعى إلى نزاع ما بين المتظاهرين م. ونزاع ما بين القوات الأمنية والمتظاهرين. وهاي وهاي الحلقات تتكون في مشاكل كبيره احنا نوبات تصرف شخصي او تصرف لمجموعه شخصي يعني ما ينم عن تنظيم اداري بموضوع معين يكون هو سبب لخلاف احنا اليوم نريد نسعى لملمة الشمل نسعى الى بلد موحد بلد متعلم بلد يكون باحترام الراي والراي الاخر حتى لو كنت آني ضد رأيك كن أحترم رأيك وكن آني أقدم لك الشيء الصحيح رئيس الوزراء المكلف عليه اليوم أن يثبت أنه يقدر أن يقود الملف الأمني بالدرجة الأولى أن يعيد أن يعيد المدارس أن يفتح الطرق اليوم دولة الرئيس عليه أن يقود ملف الاقتصادي اليوم عليه أن يرضي بما بقرارات الشباب